ماشي، اكيد يا ريت تدهولنا يا دكتور. اكيد مع حضرتك القنصل العام. ماشي. مساء الخير استاذ امير. مساء النور استاذ وائل فتحي، طبعا قنصل العام بالانابه بالامارات، القنصل المصري. يعني برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه الاهلي، وعايزين نطمن على كل الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي في دبي. لا الحقيقه الحمد لله البعثه وصلت بالسلامه في موعدها، يعني بنفس الاطار المعتادين به من بعثات فرق النادي الاهلي. الانتظام والجديه هي السمه الاساسيه اللي احنا عقدنا عليها كويس. من يعني فرق النادي الاهلي بشكل عام، اتساقا مع روح ومبادئ النادي الاهلي. كويس. والاجمل هو الانتظام في التدريب. احنا الحقيقه حرصنا على استقبال بعثه الفريق. طبعا كابتن سمير عدي نسق معايا من امبارح. كويس. النهارده تم استقبال الفريق في المطار، حاليا بنحضر معاهم جانب من الترتيبات. احنا دورنا كقنصليه عامه تسيير كل مهام الوقود المصريه في الامارات في اطار نطاق خصوصنا، لكن كمان فريق النادي الاهلي يعني بحكم ان هو بيشارك في حاجه مهمه جدا بالنسبه للشعب المصري، هي صناعه السعاده. فاحنا الحقيقه بنبقى حريصين بزياده جدا نقدم كل دعم وكل تسهيلات ممكن. انا قاعد اتفرج وبستمتع بالتدريب اللي بيحصل، شايف الجديه والسمه اساسيه لدى الجميع الحقيقه. عايز اسال حضرتك على تواجد فريق النادي الاهلي دايما في الامارات، ده بيمثل ايه للجاليه المصريه هناك وبالنسبه لحضرتك وطبعا في السفاره يعني؟ يعني الحقيقه التدريب النهارده لسه اول يوم من الوصول، ما كنتش اتوقع تبقى في اعداد من الجاليه المصريه حاضره، يعني مؤازره تشجيع الفريق، لكن الحقيقه في عدد بدا فيه حاضر. كويس. والناس بالفعل بتسال امتى التدريب بكره؟ طيب. التدريب بكره وجدول الانتدابات ايه؟ والاجمل ان قناه الاهلي الحقيقه منوره حضور الجماهير النهارده، ويعني حرصهم على استقبال الفريق في مقر التدريب بتاعهم. طيب. الاهلي له سمعه مش بس محليه ولا عربيه ولا افريقيه، النادي الاهلي فريق عالمي بيحظى بدعم ومسانده الجاليه المصريه في مختلف ارجاء العالم. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، خلال التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن سمير عدلي على مدار الايام السابقه، كانت اهم طلباتهم عباره عن ايه يعني اللي اتكلموا مع حضراتكم فيها؟ او هل كان في اي عقبات يعني بتواجه الفريق؟ الحقيقه ما فيش اي عقبات على الاطلاق. الامارات دوله مرحبه طبعا بالفرق والرياضه المصريه بشكل كبير. الحقيقه يمكن احنا كلنا كقنصليه عامه او كجاليه مصريه يعني بنجني ثمار العلاقات الطيبه ما بين الدولتين والقيادات السياسيه. طبعا طبعا. يمكن صوت الجماهير ظاهر وانا بتكلم مع حضرتك. سامع. لكن يعني ردا على سؤالك، لم يكن هناك اي عقبات على الاطلاق في يعني تسهيل مهمه الفريق. الاهلي معروف بجديته والتزامه، وبالتالي رد فعل من كافه الجهات ان يعني تقديم كل ما هو يعني يقدر يوفر مهمه الفريق. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ وائل فتحي، القنصل العام بالانابه بالامارات.